تكرار من ايام في الثمانينات. لاحظنا ان المساجد، احنا في الفريق طبعا احنا في المنامه، لاحظنا ان المساجد تعتمد في مواقيت صلاتها على تقاويم من خارج البحرين، مثلا من الكويت، من قطر. ولان كان عندنا احنا في الفريق نفس ما تقول ناس كانوا دارسين هندسه وهالاشياء، كانوا يلاحظون ان يقولون اوكي احنا اذا اعتمدنا في مواقيت الصلاه على تقاويم من غير المحرك ممكن ان تكون في اختلافات، لان احنا نرجع في موقع خطوط طول وخطوط ودوائر عرض مختلفه، الشروق عندنا بيكون توقيته مختلف، الغروب عندنا بيكون توقيته مختلف، ليش نعتمد في مواقيت الصلاه على هاي التقاويم؟ فالدقه بتكون شوي يعني نفس ما تقول عليها اشكال، ما بنكون دقيقين. فجت الفكره ان لازم احنا في البحرين يكون عندنا تقويم يدرس نفس ما نقول الاشياء الشرعيه من الناحيه الفلكيه كمواقيت الصلاه كاستهلاك، ومنها بدات الفكره وتم طرح تقويم هذه كاحداث. طبعا المعوقات نقدر نقول انها ما كانت موجوده، لان بدات المساله كفكره وخلت سنين نفس ما نقول تهيئه، يعني ما بدينا من اول سنه بنصدر التقويم. اخذنا يمكن فوق السبع ثمان سنين بس مجرد دراسات. قدرنا في تقويم الهادي بعد كل هالدراسات التعبية اللي تعبناها بالمجموعة ان نفس ما اقول ننال ثقة المجتمع البحريني وحتى من خارج البحرين، يعني في مناطق تتواصل وياهم يعتمدون على قوانيننا ومواقيت الصلاة او طريقة استخراج مواقيت الصلاة اللي احنا نعتمدها في تقويم الهادي. وطبعا يعني ولله الحمد ان خاصة في البحرين نقدر نقول التقويم الاول المعتمد من المساجد. في مراسلات بيننا وبين باقي التقاويم، لكن ما اقدر اقول كل التقاويم، لكن اغلب شيء بيننا وبين الجمعية الفلكية في التثقيف، يعني في زيارات متبادلة، في نطلع على مشاريعهم، على آرائهم، وهم يطلعون على آرائهم، وفي نفس ما نقول علاقة ودية بيننا وبينهم، يعني ساعات حتى يمكن نستعين فيهم وناخذ آرائهم. طبعا تحديد أوقات الصلاة يعني تحقق الزوال مثلا أو تحقق الغروب، هذه مباحث موضوعية. يعني في فرق بين الأحكام الشرعية وبين الموضوعات التي هي يترتب عليها الأحكام. الموضوعات على قسمين، موضوعات مستنبطة وموضوعات عرفية. بالنسبة إلى مسألة التقويم في تحديد أوقات الصلاة، هذه مسألة موضوعية ليس مسألة شنو شرعية، يعني مو حكم شرعي. الحكم الشرعي مثلا يعني الحكم الشرعي أن وقت صلاة المغرب يتحقق بسقوط القرص مثلا أو بارتفاع الحمرة المشرقية، هذا مطلب مختلف فيه بين فقهائنا، هذه يسمونها شبهة حكمية. يجي الفقيه مثلا يقول بهذا الرأي، فقيه يقول برأي آخر بحسب ما يصل إليه من الاستنباط من الأدلة الشرعية. هاي طبعا التقويم يعني التقويم ينادي في تحديده أن وقت صلاة المغرب شنو رايح يكون بسقوط القرص أو مثلا بارتفاع الحمرة المشرقية عن رؤوس الناس أو إلى ربع الفلك مثلا، هذا من جهة الفقيه حدده. أما من جهة تحديد متى
تغرب الشمس، يعني متى يسقط القرص أو يغيب القرص عن أعين الناس. متى هذا تحديد موضوع؟ هذا موضوع عرفي. متى تغيب الشمس؟ يمكن أنه أرى بالعين الحسية أن الشمس قد غابت، وقد يكون هناك شجر مانع أو أبنية مانعة أو كذا مثلا، فأخفر مثلا حتى أحرز بأن القرص قد اختفى عن عين الناس مثلا. هذا تحديد موضوع سمان. في تحديد الموضوعات الشرع هنا يقول أنت تسير وراء العلم. إذا حصل لك العلم لسقوط القرص أو بارتفاع الحمرة المشرقية على الخلاف في تحديد وقت صلاة المغرب، حينئذ تعمل به، لأنه مو من العلم. أيا كان العلم، مثلا قد يخطأ إنسان في الطرق العلمية، هما قد يخطأ، ولكن إذا يقول أنه في تحديد الموضوعات يمكن الرجوع إلى من يعين الموضوع ويوثق فيه بتعيين الموضوع، والمدار مدار الوثوق والعلم. يعني مثلا شلون مثلا يعتمد على أذان الثقة العارف بالأوقات؟ أي هي تحديد موضوع. الثقة العارف بالأوقات. يعني مثلا إذا أذن الثقة العارف بالأوقات جاز لي الاعتماد على دخول الوقت بهذا الأذان، وأكيد وصل لصلاة المغرب ما في مشكلة. الثقة العارف بالمواقيت هذا يفيد الوثوق، يعني هو لما يأذن يفيد الوثوق بدخول الوقت، فأنا أسير وراء الوثوق وراء العلم. يعني فنفس الشيء أيضا مسألة الأخوة في تقويم الهادي، لديهم عملهم، يعني هذا الدور تقريبا الآن في المحل نحن المنتشر في المساجد هو تقويم الهادي، حتى على شكل أوراق مثلا ملصقات تقويم من هذا أكثرها. وكان مثل ما قلت فرقية أو كان من هذا، وكان في سنة الثمانينات أكثرهم على تقويم العجيري، تقويم القطر العجيري وكذا، إلى أن الآن المنتشر في البلاد فهم تقويم هذا. طبعا هذا اعتبار دقة عمل الأخوة والوثوق، فيدخل تحت أذان الثقة العارف بشنو بالآخر. يعني مسألة احنا نسير وراء الوثوق، يعني لما يحصل لنا الوثوق من هذا العمل الدؤوب طبعا يمكن الاعتبار عليه. طبعا علاج في مواقيت الصلاة، العلاج بالكلية تكون فين؟ الشمس والكرة الأرضية. لكن في مسألة بداية الشهور والاستهلال احنا نركز على الشمس والقمر والكرة الأرضية. ليش احنا نفس ما قلنا ما كنا نعتمد على التقاويم الخليجية غير التقويم البحريني؟ ليش جت فكرة التقويم البحريني أو التقويم النهائي؟ قلنا لأن موقع البحرين يختلف عن مواقع باقي دول الخليج لتحديد وقت الصلاة. لازم نعرف إحنا معلومات أساسية، الشروق، الزوال، والغروب في الموقع اللي إحنا موجودين فيه. يعني مثلاً ما أقدر أقول إن الشروق في باكستان في هالساعة، إذا أنا في البحرين أقدر أصلي في هاي الساعة. لازم أشوف الشروق عندي في البحرين شو. حق نعرف الشروق في البحرين لازم نعرف موقع البحرين على الكرة الأرضية. وعشان نعرف موقع البحرين على الكرة الأرضية لازم نعرف الخطوط الأساسية. طبعاً العلماء رسموا خطوط في على الكرة الأرضية، طبعاً خطوط وهمية غير موجودة، يعني غير، يعني إذا واحد طلع من الكرة الأرضية راح القمر ما بتشوف أي خطوط على الكرة الأرضية، يعني خطوط وهمية لتحديد موقع الشخص اللي راح يدرس الأجرام الفلكية أو الشمس، حركة الشمس والمواقيت المهمة كالشروق والزوال والغروب. في الخطوط أو
دوائر العرض ناس ما تشوفون على البرزنتيشن على السلايد هي قسموا الأرض نصين في خط دائرة منتصف الكرة الأرضية وهي خط الاستواء معروفة بخط الاستواء ورسموا 90 خط فوق شمال خط الاستواء و90 خط جنوب خط الاستواء هذا يفيدنا حنعرف احنا موقعنا بالنسبة للكرة الأرضية شمالا أو جنوبا أين البحرين تقع على الخط 26.3 شمال خط الاستواء. طبعا في فوائد اخرى لرسم الخطوط طبعا نفس ما يقولون توزيع المناطق مناخيه المنطقه الاستوائيه والمنطقه الصحراويه والمنطقه القطبيه لكن هذا مو موضوعنا احنا نبي نعرفه من هاي الخطوط موقعنا هل احنا شمال او جنوب خط الاستواء؟ احنا شمال خط الاستواء ب 26.3 طبعا رسموا خطوط اخرى وهي خطوط الطول ناس ما تشوفونها في الشكل وخط الصف خلوه خط جرينتش خط يمتد من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي ويمر بمنطقه جرينتش قرب ضاحيه جرينتش قرب مدينه لندن وقسموا المناطق شرق وغرب هاي الخط البحرين تقع شرق خط جرينتش ب 50.5 درجة يعني 50 خط ونص شرق خط جرينتش الحين إذا بنستعيد من البرامج الفلكية اللي تدلنا على مواقيت الشروق والغروب أول ما بيسألك وين موقعك؟ أنت على أي خط طول وعلى أي خط عرض؟ راح أول شيء كمعلومة أساسية ندخل دائرة العرض 26.3 وخط الطول 50.5 شرق خط جرينتش وندخل نحن 3 ساعات متقدمين على توقيت جرينتش منها البرامج راح تعطينا مواقيت الشروق والغروب طبعا هاي حساب التوقيت وهالاشياء ما راح ندخل في التفاصيل بس كنت ابي اوضح بالنسبة إلى وقت ولاية تهران خط الجزء الأخير. إن شاء الله. الحين سؤال بين بعد هذا العام. ما مدى دقتكم في تحديد أوقات الصلوات؟ وإذا كنتم عندكم هالدقة المتناهية، هل تأخذون بالاحتياط؟ إذا أخذتم بالاحتياط كم مقدار من الوقت؟ طبعاً سؤال مركب. خلينا نروح نقطة نقطة. كيف نحدد الموقيت؟ كيف نحدد تحديد أوقات الصلاة؟ طبعاً أسهل وقت للصلاة وصلاة الظهر. إحنا نعرف الشروق ساعة الشروق بالضبط ونعرف ساعة الغروب بالضبط. المنتصف هو وقت الزوال. الشمس تكون في منتصف السماء. طبعاً في اختلافات احتياطية هاي الشيخ يتطرق لها هل قرص الشمس يكون في المنتصف أو يخرج من المنتصف هاي تفاصيل راح نتركها للشيخ لكن كأسهل شيء بالنسبة لنا احنا كتكوين نقدر نحدد لك وقت صلاة الظهر أما مسألة صلاة الصبح وصلاة المغرب بما أن صلاة الصبح وصلاة المغرب ما يعتمدون على الشروق والغروب بالضبط يعتمدون على الفجر الصادق صباحا وعلى الحمرة المشرقية يعني الحمرة المشرقية تختفي في المغرب يعني هناك دقائق إضافية على الغروب ودقائق تسبق الشروق لتحديد مواقيت الصلاة صلاة الصبح وصلاة المغرب في هالناحية عشان احنا كتقويم نروح نخلي التوقيت الصح رجعنا إلى المكاتب الفلكية التابعة للدرجة مثلا توقيت صلاة الصبح اعتمدنا على الدرجة اللي
اللي اعتمدها المكتب الفلكي التابع لمكتب السيد السيستاني، الذي يعتمد أن الشمس تكون تحت الأفق 18 درجة. هذا بداية الفجر الصادق، بداية النور. احنا في التقل ما نخلي اي مقدار احتياطي، احنا لان المساله الاحتياطيه مختلفه من مرجع لمرجع صراحه. يعني المرجع الاول يحتاط 10 نقاط، الثاني يحتاط 5 نقاط، احنا ما نقدر نروح نحدد. احنا كفلكيين نروح على الظاهر الفلكي، قالوا لنا 18 درجه هو وقت صلاه او وقت الفجر الصادق، فراح نعتمد صلاة الفجر 18 درجة، والمسألة الاحتياطية يعتمد على الشخص والمكلف. المكلف والمرجع. من الغروب لا قسمين، غروب لغوي بمعنى استدار الفرس، والغروب الشرعي بمعنى ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك. والفارق بين سقوط القرص والحمرة المشرقية 10 دقائق أو 9 دقائق. وهناك أيضا بعض الفقهاء يقول ارتفاع الحمرة المشرقية مو إلى ربع الفلك، يعني ساعة الظلام في جهة المشرق من إصلاح الأول رحمة الله، يعني ربع ساعة. يعني شوف مثلا إذا شفت مثلا الأوليين يروحون يطالعون غروب الشمس سقوط القرص ويسوي ساعة 12، من يصير 12 وربع ساعة غروبية لا 12 وربع يأذن، فيقعد يعطي ربع ساعة ما بين سقوط القرص وبين غروب الشمس ارتفاع الحمرة المشرقية. وهذا طبعا احتياط، لا بأس ربع ساعة احتياط، ويكفي هذه 10 دقائق عشان كافية هذه هو ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك إذا طالع إلى جهة الجنوب. يعني عندك في البحرين هني إذا غابت الشمس سقط القرص توجه إلى جهة الجنوب، جنوب شرق. إذا تشوف امتلأ الظلام شريبيا يعني أن الشمس ارتفعت إلى ربع الفلك، صار وقت غروب الشمس. وإذا كان ما زال في حمرة موجودة، ما زال الحمرة بعدين ما ارتفعت الشمس إلى ربع الفلك. السيد صاحب العروة رحمة الله عليه وجماعة من العلماء والمعمول به أيضا، أنا شفته في النجف وأنا أشوف في النجف ظل بالوقت تالي أدي يأخذ ربع ساعة من سقوط القرص إلى ربع على أساس يمتلئ الظلام في الجهة الشرقية، يسمى ارتفاع الحمرة المشرقية. وقت صلاة الظهر هو وقت الزوال، أن الشمس تكون في منتصف السماء. نفس ما نقول على راسنا بالضبط، ان الشخص ما يكون عندنا ظل، طبعا في البحرين يكون عندنا ان الزاويه مختلفه في خط الاستواء ما بيكون عندنا ظل. طبعا ينعدم الظل في يومين في السنه. ايوه الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريف. وبعدين يبقى نفس ما قلت، حنحسب ان الشمس متى بتكون في منتصف السماء ما نعتمد على الحمر. يعتمد على القرص نفسه. سقوط ايوه شروق الشمس القرص تحت الافق بدرجه نفس ما تقول 0.00001، وغروب الشمس اذا سقوط القرص اختفى بدرجه بزاويه 0.00. لان الفرق بين هالتوقيتين يعطينا ان الشمس في منتصف السماء بالضبط، لكن اذا اعتمدنا ان الحمره المشرقيه تروح فالوقت زيادة، الشمس تكون نازلة، ما بيعطينا المنتصف، ما بيعطينا بالضبط، بيعطينا شوية انحراف، يعني كأنه خروج القرص من منتصف السماء، وكأنه في حال الغروب، كأنه في حالة النزول. فإحنا نروح بين الشروق والغروب اللغوي. أه
السقوط اللغوي، سقوط القصر بدا. فهذا ينتج منا شنو؟ ينتج منا ان الاحوط تاخير اذان الظهر 5 دقائق او اقامه صلاه الظهر يعني بخمس دقائق. وهذا ما وجدته في بعض الاوراق مكتوبا لبعض اهل العلم يامر بتاخير صلاه الظهر ب7 دقائق من بعد اذان الموجود في التقويم عندكم، يعني الوقت الموجود تاخير صلاه الظهر 7 دقائق. ليش؟ لأن هذا حسب الفرق بين سقوط القرص وبين الغروب ربع ساعة، بس 7 دقائق ونص تقريبا الفرق بينهما. ويكفي في هذا الاحتياط تأخير صلاة الظهر 5 دقائق، لأن يكفي لنا في الاحتياط ارتفاع الحمرة المشرقية إلى ربع الفلك، ترتفع عن هذا 10 دقائق، تأخيرها إلى ملء الظلام أكثر ارتفاعها أكثر هذا بعد أحوط. بس أكثر علمائنا يفتون بهذا، يحتاطون بمقدار 10 دقائق. فإذا يصير إلى صلاة الظهر يصير تأخير صلاة الظهر بمقدار 5 دقائق وأحوط منه تأخيرها 7 دقائق. وقت صلاة المغرب هل يحصل بسقوط القرص أو يحصل بارتفاع الحمرة المشرقية؟ الآن العلماء عندهم خلاف في الصيام، الصيام بعضهم يفتي أن الصيام يحصل انتهاء اليوم بسقوط القرص، والأحوط تأخيره إلى ارتفاع الحمرة المشرقية اللي هو الغروب الشرقي، هذا أحوط. بعضهم يحتاط احتياط وجوبي، بعضهم احتياط استمامي، فهذا انا اريد اقول انه لتاثير يعني كاحتمال موجود. فاذا انا اذا كان لتاثير مقتضى الاحتياط والوثوق انا اخذ باكثرهما. فانا اخذ بشنو؟ انا اخذ في وقت صلاه المغرب مثلا بارتفاع الحمره المشرقيه الى ربع الفلك. وإن كان أحوط منه إلى ارتفاع الحمرة المشرقية يعني ربع ساعة ما بين. وهذا اللي عليه الأوائل المؤذنون كانوا يؤذنون هكذا. إذا شفتون يطلعون إلى البحر يطالعون سقوط القرص حط ساعته على 12، من الصير 12 ربع يؤذن، يعني يعطي ربع ساعة من سقوط القرص من أذان المغرب. نعم هذا هو مقتضى الاحتياط، وهذا ما عليه علماؤنا أيضا في النجف في القوم أيضا. هنشوف القوم كله يعطون ربع ساعة ما بين سقوط القرص وبين ارتفاع شنو الحمرة المشرقية. احنا عندنا ثلاث زوايا تحت الأفق مهمة، والمهم ان كلنا نعرفها. زوايا الشفق، عندنا زاوية سالب 6 أو نقدر نقول 6 درجات تحت الأفق الغربي، هذا يسمونه الشفق المدني. الشفق المدني يعني إذا أنت قاعد في المدينة على الأرض مثل بحرين مثلا، إذا وصل قرص الشمس إلى سالب 6 درجات تحت الأفق الغربي بتكون عندك العتمة الكاملة من الجهة الشرقية والغربية عتمة الكاملة. لكن إذا رحنا في البحر ما بنشوف العتمة، بنشوف للحين في نور، للحين في شفق. ففي زاوية ثانية اللي هي سالب 12 درجة تحت الأفق. إذا قرص الشمس نزل إلى سالب 12 درجة تحت الأفق هني نسميه الشفق البحري. العتمة تكون حتى في البحر، حتى إذا كنا في البحر. وعندنا السالب 18 درجة هي الزاوية الثالثة، الشفق الكوني، إن العتمة تكون خلاص ظلمة، يعني نفس ما نقول كامل في كل مكان. لاحظنا أن ارتفاع الحمرة المشرقية تكون بين سقوط القرص وبين الست درجات اللي هي العتمة المدنية. في الاعتدالين، الاعتداد الربيعي 21 مارس والاعتداد الخريفي 21 سبتمبر،
بالضبط راح يكون 15 دقيقة. 15 دقيقة هاي ارتفاع الحمراء المشرقي. لكن لاحظنا في السنة في باقي الأوقات غير الاعتدالين في اختلاف ولو بسيط ثواني. لكن مو 15 دقيقة بالضبط. الارتفاع الحمراء المشرقي مثلا ياخذ 15 ثواني ثواني يعني تختلف. أقل أوازين. نعم؟ أقل أوازين. اوكي فاحنا نعتمد في التكوين اخذنا الاعتدالين 15 دقيقه والباقي ما نروح على 15 دقيقه نروح على ارتفاع الحمراء المشرقيه اللي ما تكون 15 دقيقه بالضبط اقل يعني استحقاق ايوه 15 فصلاة المغرب في حساباتنا على الأمر ربع ساعة على ارتفاع الحمراء المشرقية. هاي يعني عندنا بالاعتدال الربيعي يكون 15 دقيقة، بين الاعتدال الربيعي راح تكون 14. زين ثواني يعني ثواني أقل شيء كم تحسبونه؟ لا يعني أقل اختلاف لا أكثر اختلاف دقيقتين. في البحرين كما اتجهنا يعني اذا تحولوا منا مثلا ساعه تصير الناس يطلبون منا انا بسافر مثلا روسيا قبل مواقيت الصلاه هني الاختلاف قد يزيد لانهم شمال المسافه يعني لكن احنا في موقعنا في البحرين لان قريبين من خط الاستواء الاختلافات غير ملحوظه اصلا سقوط القدس ودفاع الحمراء المشرقية أو مقتضى وهذا ما كان يعمل عليه الأوائل الأول كان دائما يأخذون ربع ساعة من علمائنا المؤذنون لما يأذنون وهذا يكون من الأوائل يعني كانوا يوصلونهم ربع ساعة ما بين سقوط القدس وبين مقتضى بالنسبة لنا صلاة الفجر إذا تريد علامة أنا أعطيك علامة سهلة لمعرفة الورود سهلة جدا لا تكلفك شيء شلون؟ الآن إحنا عندنا في البحرين إذا سقط قدس الشمس تروح تطالع جنوب شرق شوف جنوب شرق خل نظرك مستوي إذا شفت الحمرة، إذا شفت المنطقة ملأها الظلام، دخل مقص على الزاوية الجنوبية الشرقية ملأها الظلام، استوى وقت المغرب. وهذا كنت أنا يعني أداوم عليه من زمان، أشوف يعني الآن ما أطالع، بس كنت من زمان أطالع. فشفت أذان الموجود يعني ربع ساعة بين أذان السنة وبين أذاننا تمتلئ المنطقة فيها ظلام يعني الجهة الجنوبية الشرقية هاي خب سهلة من أذنون طالع جنوب شرق تشوف حمرة موجودة إذا دي الحمرة غابت صار ظلام داخل وقت صلاة هذه سهلة يعني ما فيها أي صعوبة فلما أنا كنت في الزمان كنت دائما أطالع فوجدت انه ربع ساعة بين سقوط القدس أذان السنة وبين أذانها دائما يمتلئ المكان ظلام وهذا خطر مفيد للوثوق بدخول الوقت. بعد صلاة الصبح كان الإشكال بالنسبة لنا نفس صلاة المغرب. إن ما نقدر نعتمد على زاوية معينة بالضبط ونقول ان هاي الزاويه هي وقت صلاه الصبح. اللي هي زاويه 18 درجه. 18 درجه نفس ما شرحت من ساعه هو الشفق الكوني. يعني ثانيه واحده بعد 18 درجه هو بدء النور من الجهه المشرقيه الفجر الصادق. لكن لاحظنا طبعا 18 درجه
هي الزاوية الصحيحة في الاعتدالين، لكن تختلف بعد الاختلافات تكون بسيطة عندنا في البحرين، لكن كل ما اتجهنا شمالا أو جنوب خط الاستواء الاختلاف يزيد. لكن في التقويم راجعنا المكتب الفلكي للسيد السيستاني وهم اعتمدوا 18 درجة، فإحنا كتقويم بعد اعتمدنا 18 درجة، يعني على مدار السنة نشوف الساعة كم الشمس تكون تحت الأفق 18 درجة تحت الأفق الشرقي أو نقول صار 18 درجة، ونعتبر أن هاي هو وقت الفجر الصادق ووقت دخول صلاة الصبح. أولا صلاة الصبح يا إخوان في اختلاف من جهة الشبهة الحكمية وفيها اختلاف من جهة الشبهة الموضوعية، والفلك خب دخلته الأخوة في البلد من جهة الشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية شلون؟ يعني هذا من دين الفقهاء، من يعني مسؤولية الفقيه أن يعني يعين لك هذا الحكم لهذا الحكم. شلون نختلف من جهة الشبهة الحكمية في صلاة الصبح؟ صلاة الصبح يا إخوان في الليالي غير المقمرة لا خلاف فيه بين علمائنا أن وقت صلاة الصبح يكون طلوع الفجر، ما في خلاف في الليالي غير المقمرة. أن شوي نوسع الأمر، نفصل عندنا في الشهر ليالي مقمرة وليالي غير مقمرة. الليالي المقمرة تبدأ من ليلة 11 إلى ليلة 20، من ليلة 11 إلى ليلة 20، من ليلة 1 في الشهر إلى ليلة 10 هذه ليالي غير مقمرة، من ليلة 21 إلى ليلة 30 في الشهر أو 29 هذه يسمونها ليالي غير مقمرة. الليالي المقمرة من ليلة 10 إلى ليلة 20 هذه العشر العشرة الوسطى في الشهر، العشرة الوسطى. لا خلاف بين علمائنا أن وقت صلاة الصبح هو من طلوع الفجر في الليالي غير المقمرة، يعني الأولى الليالي غير المقمرة في الأخيرة العشرة الأخيرة والعشرة الأولى. إنما الخلاف بين علمائنا وقع في العشرة الوسطى من ليلة 10 إلى ليلة 20. شلون هذا الخلاف؟ الخلاف بين علمائنا وقع أن وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر لو تبين الفجر. في فرق. طلوع الفجر هذا وقت صلاة الصبح، لو تبين الفجر هو وقت صلاة الصبح. الآن في الصيام في آية الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط. تبين مو طلوع، وقلت فيه تبين. السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه يرى أن وقت صلاة الصبح يبدأ بتبين الفجر مو طلوع الفجر، فتبين الفجر في الليالي في العشرة الأولى ويا الطلوع واحد ما يختلفان، والتبين الفجر في العشرة الأخيرة أيضا ويا الطلوع، ولكن تبين الفجر وفي العشرة الوسطى يتأخر عن الطلوع لأن الليالي مقمرة فيها القمر واضح. إذا كان القمر واضح يطمع الفجر بس ما يتبين للناس، يتبين للناس بعد 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة بعض الفضلاء بعض المحققين يقول 10 دقائق بين طلوع الفجر وبين تبين الفجر، ولكن المعمول به في الجمهورية كان 20 دقيقة بين في بعض المساجد 20 دقيقة بين طلوع الفجر وبين تبين الفجر. شوف الفرق بينهما.
السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه قال ما تجد في هذا الكلام، ما تجد في الرسالة العملية. يعني لا تقول لي تحرير الوسيلة مثلا ولد، لا، هذا موجود في رسائل استدلالية ألفت في الليالي المقمرة، رسالة كتبها شيخ فاضل الأنكراني رحمة الله عليه من تلامذة السيد الإمام الخميني رحمة الله، من أجل تلامذته شيخ فاضل الأنكراني توفي رحمه الله. الآن الموجود شيخ جواد الأنكراني ابنه، قال أما تروح للمرجعية فذكر في كتابة في الليالي المثمرة ناقش السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه مناقشة استمرت عليه، هو أنه توصل ورأيه مثل رأي السيد الإمام الخميني أو أنه يختلف عن رأي السيد الإمام الخميني. المهم أنه في هذا الأمر إذا اتضح إلينا أن مسألة تأخير الصلاة 20 دقيقة بين لإحراز تبين الفجر، بناء على رأي السيد الإمام الخميني من يصلي في العشرة الوسطى، في العشرة الوسطى من طلوع الفجر قبل أن يتبين صلاته أوقعها قبل الوقت، لأن عنده الوقت يدخل بتبين الفجر. يعني بعبارة ثانية، تفضل. حتى لو أدنى يعني ما شاء الله. حتى لو ساعة. أصلاً في الجمهورية أنا شفت عايش هناك مدة، في الجمهورية بعض المساجد يؤذنون بعد ثلث ساعة من الأذان، هذاك يؤذن هالقد عنده ثلث ساعة يؤذن. في الزمان القديم في السعودية مثلا في الأجواء النقية أنه تنظر إلى جهة الشرق، على جهة الشرق إذا تشوف الخط الأبيض معترض السماء، خط أبيض معترض، تعرف هذا الفجر الصادق. الفجر الكاذب خط طولي يصير طولي وكل ما نظرت إليه يختفي مثل ذنب السرحان، هذا تعرف انه شنو الفجر الكاذب. الفجر الصادق خط عرضي يصير كل ما طالع فيه يزيد، يعني اذا رحت الى مكه جهه مكه والمدينه تحس الاجواء نقيه هناك، تشوف بعض الاحاد زين. الان احنا عندنا في البحرين شلون؟ في البحرين بسبب الاضواء الكثيره، بسبب الغازات هذه الصناعية، من دول صناعية هذه المصانع وكذا، هذه أدت إلى اختفاء هذا المعلم علينا. يعني أنت شو متى أنت في جهة الشرق تظهر هذا، يظهر الفجر الصادق عقب مدة. في التقويم الهادي كنا نعتمد على ناقص 18 وعلى حسب المكتب الفلكي. رحنا طبعا وزارة الشؤون فترة قالت خلاص بنوحد التقاويم في البحرين، ما في أي اختلاف بين كل التقاويم. طبعا بعد نفس المناقشات والأشياء أعطونا خصوصية للمذهب الجعفري، لأن عندكم خصوصية فقط في وقت صلاة المغرب، لكن باقي الأوقات لازم كل الأوقات تكون موافقة للأوقات الصادرة من وزارة العلم. فسألناهم أي زاوية تعتمدونها؟ قالوا الصلاة 18 أو ناقص 18، وبالنسبة لنا كانت هي نفس الزاوية اللي اعتمدها السيد السيستاني، فكانت مجزية يعني أوكي الحمد لله. نفس الشيء وحتى السعودية كمان صارت 19.5 وعدلوا، فهم بعد صاروا في تقييمهم القرى صارت 18. كلما اكبر العدد في الزاوية كلما تقدم شنو في الوقت، يعني الفرق ما بينهم 10 دقائق. فإذا حسبنا على زاوية 18 مثلا يصير عندي شنو؟ الساعة 4:15 الوقت. إذا حسبنا على ناقص
في تاريخ 21 مارس السادة 18 هي الدرجة الصحيحة. في اليوم اللي بعده بيكون صادق 17.999 واللي بعده صادق 17.98 مثلا. الاختلاف يعني الزاوية ما تكون زاوية واحدة أقدر أمشيها على مدار السنة. هاي ملاحظة. وإحنا سوينا قانون معين مشينا عليه. قانون تجريبي ونفس ما قلت وطرشنا هالقانون إلى جمعيات فلكية حتى خارج البحرين، طرشنا إلى لندن، طرشنا إلى روسيا وقلنا أنتوا لاحظوا في دولكم على هالقانون اللي إحنا وصلنا إليه. هل القانون أو هل التوقيت اللي وصلنا إليه هذا القانون يكون نفس ما تقول بالملاحظة هو الوقت الصحيح بالنسبة لكم؟ إحنا يمكن في منطقتنا البحرين قريبين من خط الاستواء، الاختلاف قليل يعني من السالب 18، فالملاحظة ما تكون كلش دقيقة، كل ما اتجهنا شمالا الملاحظة تكون أقوى، فطرشنا المواقيت إلى أماكن ثانية، وكلهم قالوا أن قوانينكم هي أداة، يعني حسب ملاحظتنا يوميا قاعدين نطلع نشوف توقيتكم ونشوف السالب 18، نشوف أن السالب 18 غير صحيح، لكن توقيتكم هو الأداة. فسوينا هاي الحملات نقدر نقول نتابع اون سايت، يعني نروح على الافق ونطالع هل النور فعلا موجود او غير موجود. لكن من ناحيه ثانيه انا ما اقدر اعتمد في تقويمي، مو تقويمي بس يعني انا شخصا تقويم الهادي على مساله رياضيه بحته. لأن مواقيت الصلاة تدخل فيها مسائل شرعية. يعني ما أقدر أقول طبعاً بوصل رأيي إلى مكتب المرجع، لكن إذا فتوى المرجع يقول خذ بهاي الدرجة، أنا شنو المجوز لي إن أروح أقول له أنت غلط وأنا راح أختار هاي الدرجة؟ أنا بوضح لك إن هاي الدرجة غير صحيحة، لكن المرجع هو اللي يتحمل المسألة من الناحية الشرعية. يعني مواقيت الصلاة ما أقدر أنا أقول حق الناس لا تصلون على فتوى المرجع، تعالوا على الفلك يقول لكم هاي الدرجة هي الصحيحة. فالسؤال 18 هاي اللي شفناه في المتبع، خلينا نقول الستاندرد حق المراجع. المراجع يحتاطون في ناس 5 دقائق عددها 18، في ناس 10 دقائق عددها 18، في ناس 20 دقيقة عددها 18، هاي شيء اختلاف بين المراجع، لكن الستاندرد عندهم ناقص 18. فالتقويم انا راح احتمل السالب 18، لكن هل كفي من الناحيه الفلكيه مقتنع بالسالب 18؟ لا، اقول لك طول السنه الدرجات تختلف ولو بسيطه، يعني بشكل بسيط كلش في منطقتنا، لكن مناطق اخرى لا. وحتى وضحت للاخوه قلت لهم ان نصل احنا لمناطق في الدنمارك في السويد ان الشمس اصلا لا تنزل الى السالب 18، مجرد انها تغرب من الناحية الغربية توصل إلى يمكن 10 درجات تحت الأفق وترجع تشرق الشمس. فشلون أنا أعتبر السالب 18؟ هاي نفس موجود أوضح شيء يوضح لنا أن السالب 18 مو الدرجة الصحيحة 100% على كل الكرة. وبالملاحظة واكتشفنا أن الناس موجود القوانين، لكن ما عندي المجوز الشرعي إني أروح أغير من السالب 18 وأعتمد درجة عالية. فصارت المسألة شنو؟ اجتهادية، وما دامت المسألة اجتهادية يلزم المكلف أن يعمل بالاحتياط حتى يصل للوثوق بدخول الوقت. ومن هنا الأحوى تأخير صلاة الصبح في البحرين في غير الليالي المقمرة 10 دقائق أو 11 دقيقة أحوى. يعني إذا كان الأذان الآن يصير 3:25 الأحوى تقيم الصلاة الساعة 4 إلا كم؟ إلا 24 دقيقة تقريبا، 10-11 دقيقة فارغة. هذا بالنسبة إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح الأحوى تأخيرها بدل مقدار. بالنسبة للإمساك لا، قدم، الإمساك قدم. عالميا عمر الهلال هو من ولادة الهلال
إلى وقت الاستهداف. عالميا أقل عمر للهلال شافوا فيه بالعين المجردة كان 15 ساعة، يعني من المحاق من طور المحاق عقب طور المحاق 15 ساعة شافوا الهلال بالعين المجردة. أقل شيء عالميا مسجل هاي 15 ساعة. الحين خلنا نحسبها شوي بالرياضيات. إذا جينا الليلة ليلة استهلال وحزت الاستهلال حزت غروب الشمس عمر الهلال كان 14 ساعة. في أحد بتشوفه؟ إلى الحين ما حد صار لنا شافه. يعني أقل شيء شافه كان 15 ساعة. فما حد بيشوفه. بيروحون يستهلون الليلة الثانية، فبيكون عمر الهلال كان 24 ساعة زاد 14 ساعة اللي كانت. بيكون 38 ساعة. لكن إذا جينا في احتمال ثاني إن الليلة الأولى جينا واستهلينا كان عمر الهلال 16 ساعة وشافوا. الحين في 16 ساعة شافوا كانت الليلة الأولى. و 38 ساعة شافوا بعد كانت الليلة الأولى. تتوقعون الحجم بيكون نفس الشيء أو لا؟ أكيد الهلال بيكون في 38 ساعة أكثر. لكن هل هاي الليلة الثانية؟ لا، الليلة الأولى لأن الليلة اللي قبلها ما شافوا. هاي من ناحية الرؤية، من ناحية عمر الهلال. أصلاً دوران القمر حول الأرض، الفلك اللي يدور فيه القمر حول الأرض مو فلك دائري، إنما هو فلك إهليجي بيضاوي. فساعات القمر تشوفه أقرب إلى الأرض، وهاي النقطة أقرب نقطة إلى الأرض نسميها نقطة الحضيض. وساعات لا بالعكس، القمر في أبعد نقطة من الأرض وهي نقطة الأوج. فبعد إذا جينا نستهل إذا هي في نقطة الحضيض أكيد نشوف الهلال أكبر. لكن إذا في نقطة الأوج الهلال أصغر. لكن هل هذا يعتمد من الليلة الأولى والليلة الثانية؟ لا. العلم المسلح يا إخوان التسليح يختلف. تارة يكون سلاحا يعدل نظر الإنسان مثل النظارة. لو جاءت شاهد وعليه نظارة قلت له أنت شف الهلال بالنظارة لو دون النظارة شلون تعتمد شهادته؟ إذا قال لك أنا بالنظارة شفتها لو ما تعتمد شهادته. هذا كان بين علمائنا رحمة الله عليهم زمان كان هذا خلاف. إذا جاهم شاهد بالنظارة قال أنا شفته بالنظارة شو نعتمد شهادته؟ لهم بعبارة ثانية هذه النظارة سلاح أو مسلح؟ هذه عين مسلحة لعين عين مجردة؟ النظارة عين مسلحة لو عين شنو مجردة؟ كان بعضهم ما يعتمد عليه وهي عين مسلحة. طبعا الفقهاء قلنا بصير خمنا حفظهما يقول أنا أعتمد على مطلق الرؤية. هل سميتها مسلحة؟ ما سميتها مسلحة ما عندي فيها مشكلة. لكن باقي الفقهاء يقولون لا أنا أعتمد على العين المجردة. زين طيب أبو النظارة هذه عينه مسلحة أو مجردة؟ شنو هذه؟ الإنصاف أن النظارة ما تأثر تسليحها ما يأثر كونها مجردة لأن النظارة تعطي النظر تعيد النظر المتعارف النظر المتعارف إلى العين النظر المتعارف لأن النظارة ما تطلع أكثر مما هو المتعارف ترجع نظرك المتعارف إلى عينك. أنا هالمرة في هلال شهر رمضان ما صار في عشان رحنا في الأحد ليلة الاثنين أنا ليلة الاثنين طالعت ليلة الاثنين هو حسب السلسلة أنا حالي لا أنا طالعت أفق السماء ما شفت النظارة لا بدون النظارة هذا بالعين مجرد هذا طالع اللي تحت يقول لي أقول لا طالع ما شفته. قلت أنت عليك نظارة لا أبي نظارة لبست النظارة شفته واضح يعني أنا أخذ قصر نظر الشيخ يقول لك نظارة إيه بلينا نظارة شفت واضح الكوب وبعدين شفت النظارة شفت خيال فقط يعني كذا
فهل هذه الشهادة لو جاءك واحد لابس نظارة وقال أنا شفت الهلال بالنظارة نعتمدها أو ما نعتمدها؟ لأن النظارة يا إخوان ما تعطي بعد أوسع، النظارة ترجع لك النظر المتعارف، النظر شنو؟ المتعارف. والإطلاقات صم للرؤية وأفطر للرؤية تنصرف إلى الرؤية المتعارفة، هذه من الرؤية المتعارفة، هذه شيء. فلذلك النظارة بالنسبة للشاهد لو جاء لابس نظارة مرت شهادة تعتمد شهادته. زين، أما إذا يجي مسألة أخرى وهي مسألة التلسكوب مثلا، إني مثلا نطلع الهلال بالتلسكوب. لكم ما تكون التلسكوب عن الأجهزة المتطورة الأكبر من التلسكوب الآن. هل هذه نعتمد عليها الآن في مراكز في إيران يعتمدون رؤية بالكمبيوتر؟ رؤية بالكمبيوتر ياخذ صورة مثلا من السماء، صورة من السماء يجردها من أشعة الشمس تظهر من القمر. شلون هذه رؤية يمكن نعتمد عليها؟ مكتب السيد الخمنائي حفظه الله في بعض الرؤى كان اعتمادهم على الرؤية الكمبيوترية في بعض المراكز. هل هذه طبعا ما تكون السيد الخمنائي حكم بثبوت الهلال لدى الرؤية؟ لا، وإنما كخلينا على إضافة قرار من هنا ومن هنا. هذه الرؤية يمكن الاعتماد عليها لو لا. أما مسألة التلسكوب طبعا هي مسألة هذه الكمبيوتر أخذ صورة من الأفق ثم تجريد من أشعة الشمس فيبقى إطلاق القمر واضح، هذه صدق الرؤية عليها إشكال. أصلاً مي رؤية للهلال، هذه رؤية، هذه رؤية للأفق، مو رؤية للهلال. إجي الكلام الآخر أن نعتمد على التلسكوب أو الأجهزة المتطورة لأكبر من التلسكوب. زين، الآن الرؤية بعد يعتمدون على أكبر أجهزة تطلع. هل يمكن الاعتماد على هذه الرؤية لو ما يمكن؟ وهذا مبحث مهم طبعا. علمائنا مو قاعدين، علمائنا الان مثل العام الماضي بشهر رمضان كان في انعقاد بشهر رمضان، كان العام الماضي لاول العام كان واحده من الثنتين، كان في شهر رمضان مؤتمر بامر السيد الخمنائي الله يحفظه، انه مؤتمر تعقدون مؤتمر فقهي والكل يطرح شنو؟ يطرح نظرياته وعلومه وكذا حتى تصير اخذ وعطاء، حتى تصير بنيه واضحه. فكان في يعني مشاركين من افاضل الحوزه وعلماء الحوزه ومجتهدي الحوزه، فصار في هذا الطرح. فاشكل الان شنو نحن نعتمد على التلسكوب والاجهزه المتطوره لو ما يمكن الاعتماد عليها؟ أشكل من يقول باعتبار الرؤية المجردة مو العين المسلحة، لأن هذه الأجهزة يمكنك أن ترى الهلال قبل ولادته، يمكن للأجهزة أن تطلع لك الهلال قبل ما يولد. ورؤية الهلال قبل ولادته لا ما يثبت بها الشهر، لأن الرؤية التي يثبت بها الشهر هي بعد الولادة. شلون؟ لأن الهلال في المحاق يعني يصير تحت أفق شنو؟ الشمس. يعني ما يبين خلاص حتمة يعني. معنى أن الهلال محاق، ليش صار محاق؟ لأنه اختفى تحت أشعة الشمس. زين، لما يجي الهلال الجهاز يطلع لك من تحت الافق قبل ما يولد رؤيه ما يثبت بالشهر، لان الشهر يثبت بالهلال المولود، وهذا ليس هلالا مولودا. والجهاز يستطيع ان يطلع لك الهلال وهو ما زال في حضانته وقبل ان يولد، مثل هذا لا يمكن ان يثبت به الهلال. ومن هنا قالوا باعتبار شنو؟ الأحوط هي الرؤية المجردة وعدم الاعتماد. أنا ما أقول أن
مجردة فقط بعد البعض عم يضيف يضيف النظارة وهذه ما فيها مشكلة، أما الأجهزة المتطورة أكثر التلسكوب اللي فوق التلسكوب هذا هو اللي لأن هذا الأجهزة قادرة على أن تخرج الهلال من تحت الأفق قبل ولادته، هذا ليس بحجة لأن الشهر هو الهلال بعد الرؤية بعد الولادة، صمت الرؤية وأفضل للرؤية. من هنا قالوا بأن هذه الإطلاقات صمت الرؤية وأفضل ما تشمل العين المسلحة بهذا التسريح الكبير يعني. وإن كان ممكن تشمل النظام